مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، نرحب بكم في هذا المساء وفي انطلاقات هذا المساء هنا على ارضية ميدان الشحانية بانطلاقة سباقنا المحلي السادس في فترة الثانية مشاهدينا الكرام، وهذا المساء الخاص بانطلاقات شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة مع منافسات سن الثنايا وتحديات الثمانية كيلومترات. على بركة الله مشاهدينا الكرام أعلنت انطلاقة رابع أشواطنا في هذا المساء، شوط خاص بالقعدان. نتابع هذه الانطلاقة وهذه المسيرة، نتابع البداية والصدارة مع شاهين لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني راشد بن عبد القادر البلوشي، من يتابع في عملية التضمير هنا على أول المراكز. ثاني المراكز وصل هداد لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري القادم والمنطلق مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء يتواجد ركن لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني سعيد بن حمد الزرعي، هنا من يتابع في عملية التضمير. رابع المراكز من الجانب الآخر مشاهدينا الكرام، أتابع وصول وانطلاق في هذه اللحظات. أتابع مشاهدينا الكرام هنا القادم والمنطلق مع ثالث المراكز، من يحمل الرقم 12 سوف تصلنا المعلومة عن صاحب المركز الثالث. رابع الأسماء هنا تواجد من ركن لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني. خامس الأسماء مشاهدينا الكرام، وصول من الفارس لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني. جمعة بابكر محمد أحمد يتابع في عملية التضمير. الذيب أيضا قادم هنا مشاهدينا الكرام لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن الثاني حمد بن لزيوح المري، هنا القادم والمنطلق في خامس المراكز. إذا هذا النداء الأول مشاهدينا الكرام متابعينا متابعي قناة الريان الناقلة لهذه المنافسات هنا على أرضية ميدان الشحانية. نعود إلى البداية، نعود مع الصدارة وشاهين هناك على البداية وعلى أول المراكز لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي، من يتابع في عملية التضمير. ولكن القادم من يلازم شاهين هناك على البداية والصدارة هداد، يهدد هداد منذ البداية، ينطلق هنا مع ثاني المراكز لهجن الشحانية. هنا القادم والمنطلق مع ثاني المراكز بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، هنا مع ثاني المراكز هداد. ثالث الأسماء مشاهدينا الكرام، متابع القادم في هذه اللحظات، من يصل مشاهدينا الكرام هداد ل حداد القادم والمنطلق مشاهدينا الكرام لسعادة الشيخ فيصل بن منصور. لسعادة الشيخ فيصل بن منصور بن جبر الثاني، هنا القادم والمنطلق مشاهدينا الكرام مع ثالث المراكز. رابع الأسماء تواجد مشاهدينا الكرام من ركن لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني سعيد بن حمد الزرعي، من يتابع في عملية التضمير. ولكن الاسم القادم متابع الشقب، وصل مشاهدينا الكرام الشقب لهجن الشحانية بمتابعة أيضا المشاغب محمد بن خالد العطية، من ينضم إلى دائرة النداء في هذه اللحظات ويصل خامسا مشاهدين الكرام. إذا مشاهدينا الكرام خمسة أسماء متقدمة في هذا الشوط، في هذه المنافسة، في هذا التحدي. أعود
أعود إلى البداية، أعود إلى الصدارة. الله، هداد هناك غير، انطلق مشاهدينا متابعينا الكرام نحو الصدارة. الله على هذا الأداء والانطلاق لسعادة الشيخ فيصل بن منصور بن جابر الثاني. هناك من يذهب بالصدارة، من ينطلق على البداية في هذه اللحظات. هداد يهدد أيضا وينطلق هناك على الصدارة وعلى البداية. ثاني المراكز شاهين لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني الثاني، راشد بن عبد القادر البلوشي هنا القادم والمنطلق مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء هنا وصول وانطلاق من هداد لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فران المري. رابع الأسماء هنا القادم مشاهدينا الكرام الشقب لهجن الشحانية المنطلق والمتواجد مع رابع المراكز بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. ومن الجانب الآخر وتابع القادم مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات هنا معروف لهجن الشحانية، هنا القادم والمنطلق مع خامس المراكز بمتابعة جابر بن سالم بن فران. من يصل في هذه اللحظات وينضم إلى دائرة النداء؟ معروف هنا أيضا قادم في هذه اللحظات مع خامس المراكز. هكذا النداء متابعينا الكرام، مراكزنا المتقدمة في هذا الشوط، في هذه المنافسة، في هذا التحدي. أعود إلى البداية، أعود إلى البداية، إلى مقدمة الشوط. هداد هناك مع الصدارة، مع البداية لسعادة الشيخ فيصل بن منصور بن جبر الثاني. هاني بن مصطفى السوداني من يتابع في عملية التضمير، من ينطلق هناك على البداية وعلى الصدارة. ولكن شاهين هناك من الجانب الآخر قادم في هذه اللحظات، منطلق مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني الثاني. راشد بن عبد القادر البلوشي هنا ايضا يتابع في ايضا هذا الانطلاق، في هذا التحدي. هداد ايضا هنا مع ثالث المراكز لهجن الشحانيه بمتابعه الذهبي سالم بن فران المري القادم والمنطلق مع ثالث المراكز. وصل معروف مع رابع المراكز مشاهدينا الكرام بشعار هجن الشحانيه بتواجد الشبل جابر بن سالم بن فران القادم والمنطلق مع رابع المراكز. خامس الأسماء هنا تواجد من الشقب لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية هنا مع خامس المراكز. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، بدأ الهجوم. وتابع شوف القادم، وصل أعناد هنا أيضا في هذه اللحظات لهجن الشحانية بأيضا متابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. الله، بدأنا بالاقتراب، بدأت الأسماء بالوصول، بدأت السرعة تزيد مشاهدينا الكرام من خلال هذه اللحظات. ولكن العودة دائما هناك مع البداية والصدارة. هداد هناك على مقدمة الشوط لسعادة الشيخ فيصل بن منصور بن جبر الثاني. هاني بن مصطفى السوداني من يتابع في عملية التضمير هناك مع البداية والصدارة. ولكن أتابع القادم، هداد هنا أيضا، هداد الشحاني من يتواجد مع ثاني المراكز بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري القادم والمنطلق مع ثاني المراكز. معروف هنا قادم مشاهدينا الكرام لهجن الشحانية، يصل وينطلق إلى ثالث المراكز بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران. والشقب هنا أيضا يصل لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. وعناد من الجانب الآخر لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. ولكن أيضا الاسم قادم هناك من الجانب الآخر يعود شاهين لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني الثاني. راشد بن عبد القادر البلوشي، الله يا الأسماء. هنا أتابع أيضا القادم، القدوم والهجوم هنا نحو البداية، نحو الصدارة. هناك المركز الأول هو المركز المستهدف مشاهدين الكرام من خلال تواجد هذه الأسماء، من خلال تواجد هذه الشعارات. عود إلى البداية، هناك الصدارة وانطلاقة هداد.
أتابع مشاهدين الكرام هداد هناك في الصدارة، هناك على مقدمة الشوط لسعادة الشيخ فيصل بن منصور بن جابر الثاني، هاني بن مصطفى السوداني هنا يقود في عملية التضمير، ولكن شوف القادم معروف هنا قادم في ثاني المراكز بهذا الشعار المعروف شعار هجن الشحانية، القادم والمنطلق هنا مع ثاني المراكز بمتابعة شبل جابر بن سالم بن فاران، ولكن الشقب قادم مشاهدينا الكرام لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، والقادم في هذه اللحظات وصل زكريت هنا من خلال هذه اللحظات لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، وهناك من الجانب الآخر أتابع القدوم والانطلاق من عناد لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى البداية، الله يا معروف مع الحزام الأخضر هنا ينطلق على البداية على الصدارة، ولكن الشقب ومعروف ثنائية شحانية انطلاق مشاهدينا الكرام شحاني على البداية على الصدارة، معروف والشقب ومعروف هنا والانطلاق أيضا المعروف والممتاز من خلال تواجد هذا الشعار شعار هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران، الشقب من الجانب الآخر بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، معروف الشقب ومعروف اللحظات الأخيرة أيضا لحظات الفوز لحظات الانتصار بشعار هجن الشحانية بتواجد هذين الاسمين هنا على البداية والصدارة، الشقب ومعروف والشقب اللحظات الأخيرة خط النهاية هنا مع معروف الشقب ومعروف لحظات النهاية لحظات الوصول مع معروف هنا بشعار هجن الشحانية بتواجد الشبل جابر بن سالم بن فاران، ينتزع ناموسي هذا الشوط تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللشبل جابر بن سالم بن فاران، ثاني المراكز وصل الشقب لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، ثالث المراكز مشاهدين الكرام نتابع الوصول هنا من خلال تواجد أعناد لهجن الشحانية، رابع المراكز هداد لسعادة الشيخ فيصل بن منصور بن جبر الثاني، وخامسا وصل شاهين دينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمس المتقدمة، نعود بالتوقيت الزمني ولحظة الوصول 13 دقيقة 4 ثواني 6 أجزاء من الثانية لحظة وصول معروف إلى خط النهاية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنية للشبل جابر بن سالم بن فاران، ثانيا وصل الشقب ب 13 دقيقة وأربع ثواني وتسع أجزاء من الثانية، نهني هجن الشحانية ونهني أيضا المشاغب محمد بن خالد العطية، ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من عناد لهجن الشحانية بتوقيت زمني وقدر 13 دقيقة، هنا أيضا مع لحظات وصوله عناد إلى خط النهاية حائزا على المركز الثالث 13 دقيقة 22 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنية لمحمد بن خالد.